ضيفي في هذه الساعة من رام الله أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي. أستاذ مصطفى أهلا بك معنا دائما في سكاي نيوز عربية. يعني باليوم 19 من هذه الحرب على غزة تستمر الضربات الإسرائيلية وترتفع حصيلة الضحايا، ما الذي اختلف أستاذ مصطفى مع مرور كل هذا الوقت، وأي نتائج لكل محاولات التهدئة التي يعمل عليها حاليا برأيكم؟ الذي اختلف انه في ثلاث اشياء اختلفت. الاختلاف الاول انه لا توجد في الواقع جهود للتهدئه من جانب الغرب الامريكي ومن جانب الولايات المتحده والدول الغربيه في اوروبا، معظمها يؤيدون استمرار اسرائيل في الاعمال العسكريه وفي هذه الهجمات الخطيره على الشعب الفلسطيني. والولايات المتحده هي العائق الاكبر امام تمرير قرار في مجلس الامن بوقف اطلاق النار وبوقف العدوان على الفلسطينيين. الأمر الثاني أن الهجمة الإسرائيلية التي تشمل ثلاث جرائم حرب كبرى بما في ذلك التطهير العرقي الذي مورس ضد شمال ووسط قطاع غزة وفشلوا في تنفيذه على مستوى كل قطاع غزة بسبب الموقف المصري وبسبب صمود وبسالة الشعب الفلسطيني مستمر. والآن الحديث يدور عن 1,400,000 إنسان أخرجوا من بيوتهم. حجم الدمار الذي سببته الطائرات الإسرائيلية، يعني حوالي حسب الأرقام المذكورة 26,684 بيت دمرت بالكامل و 140,500 بيت ومنشأة دمرت جزئيا. هذا يعني أنه 45% من البنايات في قطاع غزة تضررت جزئيا أو كليا. وهنا أستاذ مصطفى هنا أتساءل معك، ما الذي حققته إسرائيل من 19 يوما من القصف على هذا القطاع؟ تذكرت لي هذه الأرقام الآن، هي بتصريحاتها الرسمية قالت أنه حماس لا تزال لديها القدرة على المواجهة، والآن كنا بتغطية لخبر وصلنا بأنه إسرائيل وافقت على إرجاء العملية البرية. هنا أتساءل معك، ما الذي حققه نتنياهو من الأيام الأخيرة؟ الانتقام وقتل الفلسطينيين، هذا ما حققه. 6,540 شهيد فلسطيني حتى اللحظة، جميعهم مدنيين أو 95% منهم مدنيين، و 2,704 أطفال قتلهم نتنياهو. وهؤلاء لا يمكن إلا أن يكونوا طبعا مدنيين أطفال، وأضيف إلى ذلك 15,000 جريح فلسطيني، عدد كبير منهم سيبقوا يحملون إعاقة للأبد، وعدد كبير منهم سيتوفون لأنه لا تتوفر الآن وسائل العلاج في المستشفيات. أضيف إلى ذلك طبعا الجريمة الكبرى بالعقوبات الجماعية ومنع وصول الماء والدواء والغذاء والكهرباء إلى المستشفيات، مما يعني مزيد من المئات من الفلسطينيين الذين سيموتون من الأمراض وسيموتون بسبب عدم تقديم العلاج، بما في ذلك 120 طفل رضع في الحضانات التي ستحرم من الكهرباء. الذي حققه نتنياهو الانتقام بقتل الفلسطينيين. وفي نقطة مهمة هون أريد أن أشير لها، وهو أن إسرائيل، وهذا تغير مهم يجب أن يكون معروفا، أنه انتقلت الآن إلى ما يسمى سياسة صيد الساحرات، يعني وهذا تعبير غربي معروف. شكرا أستاذ مصطفى، يعني عذرني على المقاطعة للأسف يعني انتهى وقتي معك. مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، بدي أشكرك على المشاركة من رام الله الليلة.